افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الزمالوط محافظ الوادي الجديد عددا من المشروعات بمدينة الخارجة. ضمنت تلك المشروعات افتتاح مسجدين جديدين ومجمعا للإنتاج الحيواني يضم مزرعتين بقوة إنتاج 10,000 رأس ماشية، كما تم إطلاق دورة تدريب معلمي التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. اهتمام الدولة المصرية بالمناطق والمحافظات الحدودية لجذب الاستثمارات إليها وتوفير حياة كريمة للمواطنين بها بات هدفا رئيسا للمؤسسات والوزارات. من أجل ذلك يأتي افتتاح وزير الأوقاف لمسجدين جديدين وتفقد لمجمع الإنتاج الحيواني بمحافظة الوادي الجديد. أي دولة قوية يجب أن تعنى بمناطقها الحدودية، لأن ده أمن قومي، والأمن القومي لا يأتي بالكلام. أول نقطة تقدر تأمنها هو البشر والاستثمار والحياة الأمنة المستقرة. فالدول الواعية القوية كما يحدث في مصر الآن تحول المناطق الحدودية والنائية إلى مناطق جاذبة. الدولة أنفقت أكثر من 30 مليار جنيه في 4 سنين من 2014 حتى الآن على البنية الأساسية، اتصالات، طرق، مدارس، تعليم، صحة، جامعة. أول مرة يتعمل جامعة في الوادي الجديد، فده كله اهتمام الدولة بالمحافظة الحدودية. وبمشاركة 1000 معلم للتربية الدينية بقطاع التعليم العام بالوادي الجديد، جاء تدشين الدورة التثقيفية بالتعاون بين الأوقاف والتربية والتعليم بهدف تعريف المتدربين بصحيح أمور الدين لنقلها لطلاب المدارس والجامعات. التكامل مع وزارة الأوقاف في بناء قدرات معلمي التربية الدينية ليصبحوا مدربين لزملائهم، يكون في بناء لقدرات هؤلاء المعلمين والموجهين مش لنفسهم فقط، ولكن لينقلوا هذا ويبدو قدرات زملائهم المعلمين بإذن الله. كل هذه الفعاليات تصب في مصلحة المواطن المصري، كيف يفهم دينه بالطريقة السليمة الصحيحة التي لا فيها غلو ولا تطرف ولا تسيب، وإنما وسطية. ثق المهارات المعلم الديني في كيفية التواصل مع الطلاب وتلقين المعلومات الدينية الصحيحة بطريقة ميسرة، أمر تبنته وزارة الأوقاف والتربية والتعليم خلال الفترة الحالية استلهاما من رؤية مصر الطموحة في الوصول بالمعلم إلى ما هو أسمى. من منطلق اهتمام القيادة السياسية بالمناطق والمحافظات الحدودية لتعزيز التنمية والاستثمار بها، يأتي افتتاح وزير الأوقاف عددا من المساجد الجديدة وإطلاق الدورة التدريبية لمعلم التربية الدينية بمحافظة الوادي الجديد للتعريف بأمور صحيح الدين ونبذ العنف والتطرف. من مدينة الخارجة بالوادي الجديد، وليد هيكل، التلفزيون المصري.